هذه المبادرة جاءت بقرار من السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، التفاتة تضامنية إنسانية ليلة رمضان معظم لشعب شقيق الشعب في النيجر. لذا هذه من عادات وتقاليد الجزائر باش تعبر عن تضامنها مع الشعوب بصفة عامة وخاصة دول الجوار. الانطلاقة من مطار بوفريك العسكري طائرتين عسكريتين يعني محملة ب60 طن من المواد الأساسية